يوم التروية بتقول يعني الآن يوم التروية طبعا اليوم الثامن بيذهب الضحى يوم التروية بأنه يحرم بالحج ثم يذهب إلى منى يصلي بمنى الظهر قصر والعصر قصر والمغرب والعشاء قصر يذكر الله ينام بمنى عندما تطلع الشمس بعد أن يصلي الفجر ويذكر الله فتطلع الشمس يدفع إلى عرفة. تقول هل له أن يغتسل أكثر مرة ويغير لبس الإحرام؟ له أن يغتسل أكثر مرة ويلبس الإحرام ما في شيء، مع أنه في الأصل أنه لابد أن يكون أشعث أغبر، يعني أشعث أغبر، هذه كما قال علماؤنا الحديث وإن كان في ضعف لكن المعنى صحيح. لكن المعنى صحيح، يعني إن كان إن 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 إنه قال الحج هو الأشعث الأغبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه وقضى تفثه. فيعني لا تكثر الاغتسال لكن لها أن تغتسل وتغير ليس فيها ثم شيء.